للمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه التغطية. في الحقيقة خطوات وجهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية لها انعكاس، دعنا نقول بشكل أو بآخر، على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. عايز أعرف رأي حضرتك في هذه التحركات وتصورك لما هو قادم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. الحقيقه اهميه الجهود المصريه باعتبارها صاحبه الدور المركزي تجاه القضيه الفلسطينيه اهميتها الكبيره في الفتره الراهنه بترتبط بطبيعه التطورات اللي بتحدث في المشهد الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص التصعيد الميداني الكبير اللي تبناه الجانب الإسرائيلي منذ يوم 27 من أكتوبر، متمثلا في محاولات الدخول البري لقطاع غزة، ودي المحاولة اللي كانت الحقيقة تمت على أكثر من مستوى من خلال تسليح القصف الجوي على القطاع، من خلال محاولات تنفيذ عمليات برية وإن كانت محدودة من مناطق الشمال والوسط ومن الناحية الساحلية. فإحنا عندنا تصعيد غير مسبوق يعني تجاه القطاع منذ بدء هذا التصعيد في 7 من أكتوبر الماضي. أهمية الجهود المصرية طبعا أنه مصر بتتابع أولا بأول هذه التطورات وبتتعاطى معها بشكل دوري، وسواء كنا بنتكلم على مستوى التصعيد الامني او على المستوى السياسي او على المستوى الانساني. مصر اتحركت منذ البدايه على يعني على المستوى السياسي من خلال التنسيق الثنائي ومتعدد الاطراف بخصوص التطورات في الاراضي الفلسطينيه، من خلال يعني تنظيمها لقمه القاهره للسلام، التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهذه الأزمة وجمعهم على طاولة واحدة من أجل بناء تفاهمات تفضي أو تمثل خطوة في إطار خطوات أخرى عديدة تقوم بها من أجل وقف التصعيد الراهن. ركزت مصر كمان على استدامة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكمان الحقيقه يعني ان الدوله المصريه اعادت التاكيد على اعتبار مهم، وهو ان يعني تطورات الاوضاع في فلسطين وتازم الاوضاع في القضيه الفلسطينيه بيدفع باتجاه زعزعه الامن الاقليمي للمنطقه ككل، ومن هنا كانت رؤيه مصر القائمه على ضروره معالجه الازمه من جذورها من خلال الشروع في مباحثات جاده لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. نقطة أخرى أستاذ محمد متعلقة بمسألة التهجير القسري. في تعامل الدولة المصرية تحديدا مع هذا الملف نتحدث عن تعامل بمثابة مبدأ وليس تعامل له علاقة بأنه موقف طارئ أو موقف يحدث في هذه اللحظة. ربط فكرة التهجير القسري للفلسطينيين بتصفية هذه القضية هو مبدأ بالنسبة للدولة المصرية. صحيح، طبعا كان في أكثر من اعتبار فيما يتعلق برفض مسألة تهجير الفلسطينيين او التهجير القسري للفلسطينيين اللي بيمارسوا الاحتلال الاسرائيلي. الحقيقه انه مصر من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت اكدت على الموقف، ومن خلال طبعا المؤسسه الدبلوماسيه المصريه كانت اكدت على هذا الموقف بشكل واضح، ولكن اعتقد انه اللي كان اللافت والمهم والمحوري في الموقف المصري من هذه القضيه ان هذا الموقف المصري قبل ان يكون ضمانا للامن القومي المصري وحفاظا على السياده المصريه هو ينطلق من قناعه راسخه بان يعني هذا التوجه يستهدف تصفيه القضيه الفلسطينيه. ومن هنا يعني كان الموقف المصري يمثل ضمانا لاستمرار مركزيه هذه القضيه وعدم تصفيتها، جنبا الى جنب مع كونه
متفقا مع محددات الامن القومي المصري والسياده المصريه على اراضيها. الحقيقه انه اسرائيل بتركز بشكل كبير وبتكثف جهودها من اجل الدفع بهذا الاتجاه، سواء من خلال تكثيف عمليات القصف على مناطق الشمال والوسط في قطاع غزه، من خلال التحذيرات المتكرره التي ترسلها لسكان القطاع وتدعوهم فيها الى يعني الهجره السفريه نحو الجنوب، من خلال قطع الخدمات الاساسيه عن القطاع، وبما يدفع سكان القطاع الى التوجه نحو المناطق الجنوبيه. كل دي كانت فضلا عن انه بالتزامن مع ده كان في دعوات لسكان الضفه الغربيه نحو يعني التوجه نحو الاراضي الاردنيه. طبعا كل دي مؤشرات عكست ان في توجه اسرائيلي يسعى لتوظيف هذا التصعيد من اجل تنفيذ مخططات قديمه متجدده تتمثل في تهجير الفلسطينيين من اراضيهم وبالتالي تثبيت القضيه الفلسطينيه. طيب، وبالحديث عن التهجير أستاذ محمد، يمكن أظن بالعودة بالتاريخ إلى 1948 والتهجير وما حدث في فلسطين، يعني يمكن هنذكر السادة المشاهدين بشكل بسيط، بنتكلم على 700 ألف فلسطيني أو يمكن أكتر. الأعداد حتى هذه اللحظة لم تكن متوفرة أو موجودة بالشكل الصحيح. ألم يكن ذلك درس يجب أن يتعلم منه العالم بأسره؟ طبعا، يعني هو الحقيقة الإشكال هنا أنه هو الإشكال الرئيسي بالنسبة للقضية الفلسطينية أنه في دولة احتلال أو مجموعة احتلال هجرت سكان يعني متمثلين في الشعب الفلسطيني من اراضيهم في 48، فعمره ما هيكون حل المشكله بالمزيد من التهجير للفلسطينيين. الحقيقه انه المجتمع الدولي للاسف متواطئ بشكل او باخر في هذا التوجه الاسرائيلي من خلال تبني سياسات الدعم المفتوح لاسرائيل وعدم وتعطيل حتى اي جهود بتستهدف حاله الازمه الراهنه او وقف التصعيد، وده كان واضح بشكل كبير في الموقف الامريكي. فالحقيقه انه يعني العمليات اللي بتتم حاليا سواء التصعيد العسكري او عمليات التهجير القسري بتتم برعايه بعض الاطراف الدوليه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه. طيب، لكن التجربه التاريخيه بتقول طبعا زي ما اشرت حضرتك انه حل ومعالجه القضيه الفلسطينيه اللي بتمثل مهدد رئيسي للامن الاقليمي، وده كان الازمه الحاليه كاشفه ليه، عمره ما هيكون بالمزيد من التهجير للشعب الفلسطيني، ولكن الحل في يعني إقامة دولة فلسطينية. طيب أستاذ محمد، ما هي في النقطة دي ومع كل هذه المعطيات، الكل الفلسطيني الآن أصبح لديه وعي بطبيعة هذا المخطط المتعلق بالتهجير وتصفية هذه القضية، ولكن السؤال اللي دايما بيكون مطروح، مدى يمتلكون لربما من أوراق ضاغطة لمحاولة إفساد هذا المخطط؟ الحقيقة الموقف الفلسطيني يعني الشعب الفلسطيني ده واضح من خلال وسائل الإعلام، من خلال الرسائل اللي بتصل من خلال وسائل الإعلام من الشعب الفلسطيني، من خلال مواقف الفصائل الفلسطينية نفسها. الشعب الفلسطيني رافض لمبدأ يعني رافض لمسألة التهجير من حيث المبدأ من الأساس. يعني هذه المسألة مش مطروحة بالنسبة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني باقي في أرضه وبيبذل في سبيلها الغالي والثمين، واحنا بنشوف ده يوميا من خلال يعني الضحايا الفلسطينيين اللي بيستشهدوا كل يوم في سبيل ده. الحقيقه انه كمان يعني التعويل كمان في الايام المقبله على دور عربي مهم ووازن في هذا الملف، خصوصا على الدور المصري طبعا. يعني اعتقد انه الموضوع يعني
صعب يعني هذه المرة، خصوصا في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على تصعيد عملياته على الرغم من كم الضغوط التي مارست عليه من قبل الدول الغربية نفسها اللي بدأت تدرك أنه هذا التصعيد بيهدد مصالحها وأمنها في الإقليم. لكن طبعا التعويل على قدرة بعض الأطراف اللي تملك أوراق ضغط وليها دور محوري ومهم في هذا الملف في القدرة على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الدفع باتجاه وقف هذا التصعيد. نعم، أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك.